السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية يا شباب، معكم أخوكم ساعد أو باورس، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. بهالفيديو إن شاء الله راح أشرح لكم طريقة عمل رسم بيكسل آرت على برنامج الفوتوشوب. لكن قبل ما أبدأ المقطع والشرح، عندي لكم إعلان مهم جدا حق كل المصممين. بمنصتنا Creative Zone على الديسكورد، يوم السبت القادم يصادف أول يوم من شهر 8، بيكون في تحدي للمصممين باسم Creative Daily Challenge. وفكرة هذا التحدي انه راح نرفع لكم مهمات وتحديات يومية بالشات، وبتكون خاصة برنامج الفوتوشوب، تستمر لمدة 30 يوم. كل يوم بيكون تحدي مختلف وكل ما له يصعب، والفكرة من عمل هالشيء انه نساعد الاشخاص انه يتعرفون على برنامجهم ويتعرفون على الادوات وطرق استعمالها، زائد انه يشتغلون بشكل يومي على برنامجهم علشان يتحسنون. ولكن الجزء الأهم إن إذا أنت يا عزيزي أتممت وطبقت 30 تحدي على أكمل وجه وكان شغلك ممتاز، راح يكون في احتمالية إنك تفوز بجهاز تابلت خاص بالرسم مقدم من شركة واكم، راح نعلن عنه بنهاية هذا الشهر. فلا تفوت الفرصة وشارك بهذا التحدي. بتحصلون كل التفاصيل بديسكورد كرياتيف زون، بحط لكم بالدسكربشن. ونقطة أخيرة قبل ما نبدأ الشرح، انا عارف ان ممكن في ناس بتزعل من موضوع ان التحدي هذا بيكون خاص ببرنامج الفوتوشوب، ولكن باذن الله كل شهر بيكون التحدي على برنامج مختلف. فاصحاب الادت والمونتاج والموشن وكذلك الرسامين، ذهبوا لنفسكم الشهر اللي بعده وبس. والله خليكم مع الشرح. بمشي معكم خطوة خطوة. اول شيء نروح create new على اساس ننشئ artboard جديد، فراح نغير الwidth والhight، نخليهم نازلين بحيث كل ما قللنا الويدث والهايت كل ما صار الارتورد معاي بيكسليت اكثر، تمام؟ فراح نخليهم 40 40، او نقدر نخليهم همن 35 ب 35. اهم شيء تكون الارقام متساوية وما نرفعها وايد، نخليه بحول الارقام هذه. نضغط كرييت، راح يكون عندنا الارتورد بالطريقة هذه. نزوم عن طريق الكنترول زائد بحيث نشوف الارتورد بشكل واضح. نروح عند فيو شو جريد على اساس نبين المربعات اللي راح نرسم عليها. مثل ما انتم شايفين المربعات كبيره حيل، فاذا نبي نصغر المربعات نروح عند ادت بريفرنسز، بعدها نروح عند جايدز جريد اند سلايسز. راح تفتح معانا القائمه هذه. مثل ما انتم شايفين هي قائمه الجريد، عندنا السب ديفيجنز نخليها 1، وعندنا البيكسل او الانش نحوله الى بيكسل لان احنا بنشتغل على البيكسل مثل ما انتم شايفين. عندكم هني الكلر، نقدر احنا نغير اللون تبع الحدود هذه، ممكن نختار مثلا عندكم اللايت جراي بالطريقه هذه. بعدها نروح عند جنرال، عندنا هني الايمج انتربوليشن راح نخليها بدال بلينير راح نخليها نيرست نيبر بريزيرف هارد ايدجز. طبعا هذه سببها ان حطينا احنا اللي هي الهارد ايدجز على اساس تبرز لنا البكسل، بحكم ان احنا قاعد نشتغل على مقاس حيل نازل، فالاعدادات هذه راح توضح لنا البكسلات اللي احنا راح نرسمها. نقول اوكي، وراح يكون معانا الارتبورد بالطريقة هذه. نفتح لاير جديد، وعندكم هني اداة اسمها البرش، لكن انتو عارفين ان كل اداة في الفوتوشوب لما تضغطون عليها راح تفتح لكم ادوات اضافية، فاحنا نبي نشتغل اليوم على اداة البنسل اللي هي القلم اختصارها بي. تأكدوا ان الهاردنس عندكم 100% وان القلم حجمه صغير. طبعا انا حاليا القلم حجمه كبير، فنحاول ان نخليه بحجم مربع البكسل هذا بالطريقة هذه على اساس احنا نقدر نرسم على مربع مربع. نختار اللون الاسود ونبدي نرسم اي شيء بسيط. انا برسم همبرجر حاليا. مثل ما انتم شايفين هني عندنا مربع زايد نبي نحذفه، فنيب اداة اللي هي المساحة الريسر اختصارها حرف الاي، ونغير المود من برش الى بنسل كذلك. فمثل ما انتم شايفين لو نضغط على المربع هني راح ينحذف، لو نضغط على المربع هني راح ينحذف، واذا بغينا نرجع نرسم نضغط حرف البي اللي هي بنسل فنقعد نرسم مرة ثانية. حاليا انتهينا من رسم البرجر، الحين نبي اللونه. طبعا اخترنا الوان البرجر عن طريق الكلر هني، تقدرون انتم تختارون الالوان.
او درجات الالوان. والحين نبدي اللون البرجر. طبعا حطوا بالكم ان احيانا في رسمات بيكسل يكون حجمها جدا كبير وتفاصيلها جدا كثيرة، لذلك احنا مضطرين ان احنا والله نرسم الاجزاء بالطريقة هذه. في اختصار حق الموضوع هذا اللي هي اداة Paint Bucket Tool، اختصارها حرف الجي. هذه الاداة بمثابة السطل اللي يملي لك اللون مثل ما انتوا شايفين. فنضغط على اداة Paint، بعدها حدد على اللون اللي نبي، بعد ذلك نضغط ضغط على اي مربع داخلي مثل ما انتوا شايفين راح يملي لنا البرجر. بس في عندنا مشكلة ان التلوين طلع خارج البرجر، فشلون نحل المشكلة هذه؟ تضغطون كنترول زد على اساس ترجعون حق الخطوة اللي قبلها، وعندكم هني شيء اسمه انتي اليس، فتضغطون عليه، بعد ذلك تضغطون ضغطة مثل ما انتوا شايفين ان اللون ما طلع خارج البرجر. فنبدي نلون الاشياء هذه كلها بنفس الطريقة. وبهذه الطريقة لوننا البرجر حقنا. نبي نشوف النتائج الحين بدون الجريد. نروح عند View Show ونسكر الجريد. مثل ما انتم شايفين هذه البرجر حقتنا الجميلة. فخلونا نرسم مثال ثاني. نبي نرسم شخصية من شخصيات بوكيمون. فيلا نبلش رسمه. والحين نبدأ نلون الشخصية. بهذه الطريقة انتهينا من رسم الشخصية. نروح عشان نشوف الشخصية بدون جريد. View Show Grid. بهذه الطريقة رسمنا الشخصية حقتنا. الحين انا رسمت شخصيتي، بغيت احفظها شلون؟ اول شيء نسوي كروب حق الشيء اللي انا ابي احفظه. مثلا احنا بنحفظ البرجر هذه، نطق اوكي. بعدها نروح عند image size ونغير السايز ونخليه 256 في 256. مثل ما انتم شايفين هني الصورة طلعت معاي مو واضحة، هذا لان احنا حاطين ريسامبل اوتوماتيك، فلازم نغير ريسامبل من اوتوماتيك لنيرست نيبر هارد ايدجز مثل اللي حطيناه في البداية. ولو تشوفون صار معاي في الطريقة هذه. بعدها اقول له اوكي، بعدين اروح فايل اكسبورت كويك اكسبورت از بي ان جي ونحفظه في المكان اللي نبي. مثل ما انتم شايفين هذه صورتنا في الديسكتوب، واضحة وتفاصيلها جدا دقيقة. في عدة استخدامات نقدر نستخدمها احنا حق البيكسل ارت، مثل رسم البورتريت، مثل رسم الايموتات للتويتش، او رسم الباجات للتويتش. ففي استخدامات كثيرة للبيكسل ارت. اذا انتم حسيتوا انكم استفدتوا من المقطع هذا، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وكتبوا لي في الكومنتات اذا تبوني اكثر شروحات حق رسم شخصيات بيكسل وانواع ثانية من رسم البيكسل. فان شاء الله ما راح نقصر معاكم. كان معاكم اخوكم مساعد، وعيدكم مبارك مقدمة، ويلا.